عمري ما شغلت بالي بإن لاعب مميز أو لأ، وفي الوقت نفسه ما كنتش بشوف نفسي في أي لاعب في الماضي أو الحاضر، مش مهتم أبداً بوجود نسخة مني أو العكس. أنا شخص ما بيحسش بالضغوط مهما كانت ومهما كان الموقف اللي أنا فيه، وده هيخليني أحكي لكم واقعة حصل فيها عكس كل الكلام ده. 9 يوليو 2006 نهائي كأس العالم، صحيت بدري ولعبت بلاي ستيشن رغم توتر الكل، وبالليل رحت الملعب وتوجت بكاس العالم، بس الامر ما كانش بالبساطه دي ابدا. وصلنا لركلات الترجيح قدام فرنسا ومارشيلو ليبي قال لي بيرلو انت اللي هتبدا. كلمات ليبي ما كانتش خبر سعيد، كانت معناها ان الافضل، لكن في المقابل انا لو ضيعت الركله دي هكون المذنب الاول للابد. انا جريت كيلومترات كتير في مسيرتي وعمري ما تعبت، لكن ال 50 متر من نص الملعب لحد منطقة الجزاء عشان أشوط الركلة بتاعتي كانت الأكثر إرهاقاً في حياتي. أشوط على اليمين ولا الشمال؟ لا، أنا هشوطها في الزاوية الصعبة عشان أضمن الجول، بس لو غلطت ووديت الكرة عند الجمهور. كان في فوضى كتير في تفكيري وما كنتش عارف أعمل إيه. كنت بفكر طول ما أنا في طريقي لمنطقة الجزاء، والخمسين متر دول كانوا خطوات في عالم من الخوف. لما جه الوقت قلت هشوط في النص وحرفع الكرة حبة صغيرة عشان فابكان بارتيز ما يصدهاش برجله. اخترت امشي لمنطقة الجزاء بخطوات بطيئة، حبيت اخد اكتر وقت ممكن، وحسيت في اللحظة دي اني بغيب عن الوعي. ما بصتش البارتيز نهائيا لان فلاش الكاميرات ورا الجول كانت قوية قوي. خدت الكرة اللي كان وزنها كأنه حجر، وما بصتش حتى على بوفون. خدت نفس عميق وشوت. كان شعور ما يتوصفش، وفي اللحظة دي حسيت بالفخر ان ايطالي. كان شعور جميل انك تبقى عارف ان في ملايين فرحانين معاك في نفس اللحظه. عندي قصه تانية مع ضربات الجزاء، لكن المره دي كانت قدام انجلترا في ربع نهائي يورو 2012. الكوره اللي شطها بانينكا قدام جوهارت، هدفي قبل ما اشوط هو نفسه اقلل من احتمالات الخطا في تنفيذ الركله. ما عملتش زي توتي في يورو 2000 لما قال لي مالديني هشوطها بانينكا. لا، أنا قررت في النهاية لما شفت جو هارت بيتحرك كتير. جريت بسرعة وموضحتلوش أنا هشوط فين. اتحرك هو باستعجال وفي اللحظة دي قررت هي بانينكا. ما فكرتش إني بستفز حد بالركلة دي، لأن ده مش طريقتي أساسا. في ناس حاولت تلاقي تفسير عميق للركلة أو إن في رغبة للثأر، لكن كل ده أي كلام. أنا شطت بالطريقة دي لأنها كانت الاختيار الأضمن والأكثر أمانا في اللحظة دي. أنا فاكر رد فعل زمايلي كويس جدا بعد الركلة، كان الذهول على وش كل واحد فيهم، وكلهم قالوا لي سؤال واحد بس، أندريه أنت غبي؟ في النهاية كسبنا وصعدنا. حكاياتي مع الكورة ما خلصتش هنا، بس الباقي في الحلقة الجاية.